مغربي متألق يتعرض للخيانة، هذا هو أقل ما يوصف به ما تعرض له النجم المغربي سفيان مرابط مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعدما رفض الجميع من أجل الأولترافولد. فما القصة؟ منذ نهاية منافسات بطولة كأس العالم 2022 كان سفيان مرابط أحد أهم اللاعبين على قائمة المطلوبين لدى جميع كبار أوروبا وبالأخص نادي برشلونة الإسباني. برشلونة فشل في التعاقد مع مرابط بعد المونديال في انتقالات الشتاء في ظل مطالب فيورنتينا المادية الكبيرة والأزمة المالية التي يمر بها النادي الكتالوني، وفي انتقالات الصيف ومع نهاية الموسم أصبح مرابط على رأس طلبات كل الفرق الأوروبية فدخل في مفاوضات مع أتلتيكو مدريد، إلا أن الدوري الإنجليزي كان الأقرب لضم النجم المغربي. ليفربول ويورغن كلوب كان يريدان مرابط بأسرع وقت، خصوصا مع أزمة وسط الملعب الكبيرة التي عانى منها الفريق في الموسم الماضي، وكانت الرغبة واضحة للجميع. السباق بين ليفربول ومانشستر يونايتد انتهى لصالح الشياطين الحمر بقرار مرابط نفسه، لكنه يبدو أن النجم المغربية اتخذ القرار الخاطئ والآن يدفع الثمن. تقارير إعلامية كشفت موقف مانشستر يونايتد من مرابط والذي يلعب بين صفوفه معارا من جانب فيورنتينا الإيطالي حتى نهاية الموسم الحالي مع وجود بند يتيح شراء اللاعب بشكل نهائي. مرابط صاحب 27 عاما لاعب وسط من الأساس، لكنه مع مانشستر يونايتد لم يعارض اللعب في أي مركز حتى أن ظهوره الأول مع الفريق كان كظهير أيسر. الصحافة الإنجليزية أكدت أن إدارة نادي مانشستر يونايتد لا تخطط لشراء سفيان مرابط بشكل نهائي، وسيعود اللاعب من حيث جاء بنهاية الموسم وعقد إعارته. التقرير أكدت أن النجم المغربي يقدم كل ما لديه ليظهر قدراته في مجاراة الدوري الإنجليزي، إلا أن الهولندي إريك تيغ هاغ مدرب الفريق يفضل كوبي ماينو النجم الشاب في وسط الملعب على مرابط. مانشستر يونايتد كان يضع آمالا كبيرة على مرابط كما تؤكد التقارير، لكنه فشل في إقناع مسؤول الفريق والجهاز الفني في 17 مباراة خاضها حتى الآن. أحد المصادر داخل نادي مانشستر يونايتد أعلنها بشكل صريح أنه من غير المرجح أن يتم تفعيل بند شراء سفيان مرابط قبل نهاية الموسم وأن يستمر مع اليونايتد في الموسم الجديد. وأكد المصدر أن مرابط لاعب جيد، لكن قد لا يكون الدوري الإنجليزي مناسباً لإمكاناته مع وتيرة اللعب المختلفة تماماً عن الدوري الإيطالي الذي لعب فيه لفترة طويلة. موقف سفيان مرابط سيكون صعباً عند العودة إلى فيورنتينا، الزخم الذي حظي به بعد المونديال تلاشى، وسيكون عقده مع فيولا ممتداً لعام آخر، ما يعني أنه قد لا يجد فرصة للتواجد مع أحد الكبار مرة أخرى.